أخبار اليوم. فعاليات مهرجان دبي السينمائي. اهلا وسهلا. شكرا. قولنا انطباعك بالنسبه للافتتاح دلوقتي وانت شايف التحضير اللي احنا شفنا للمهرجان ومهرجان دبي عمره ال 12 دلوقتي الدور 12. تقول لنا ايه؟ والله انا يعني شفت عينك الكاميرا فيها تفتل وتشوف يعني اللي انا شايفته. طبعا بتمنى لمهرجان دبي دائما الاستمراريه.